السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقه خاصه عن مؤسسه او دائره ضحايا العمليات الارهابيه اللي هي تابعه لها مؤسسه الشهداء. هاي الدائره لها تكون هي من ضمن قانون مؤسسه الشهداء، لها تعليمات خاصه من المستفيد، المتراكم، مشكلة المتراكم عند البعض دي السائل، البعض من دي السائل يقول لك احنا قطع اراضي ما استلمنا، شنو البدل، البعض منهم اكو امتيازات لطلبة الدراسات ان كانت الاولية او العليا، وهكذا مجموعة اسئلة. بكل تأكيد من وضعنا هاي الاسئلة اردنا ان يكون هناك من يكون صاحب الجواب، من له الحق ان يجيب على كل تلك الاسئله. فجزاهم الله خير، استجابه سريعه من الضيف الدائم الدكتور العزيز الدكتور كفاح حيدر معاون، مدير عام دائره ضحايا الارهاب. شكرا دكتور حازم لهذه الاستضافه ولتوضيح بعض الامور وجوانب عمل دائرتنا وعمل المؤسسة بشكل عام. جزاكم الله خير دكتور، احنا متعودين على حضورك، متعودين على صراحتك، على كل الإجابات، وما شاء الله ملم بكل التفاصيل. دكتور أول ما نبدأ، خلي الناس يمكن ما تعرف شنو هاي الدائرة بصراحة يعني، والبعض المستفيد هو اللي يبحث عنها، لكن لا بأس أن نطلع الرأي العام شلون شنو عمل هاي المؤسسة أو الدائرة مالتكم، وشون تصير المعاملة يعني إذا صابت في إحدى تفجيرات الإرهاب. والحمد لله وشكرا إحنا بأمان ما شاء الله، اللهم يديمه إن شاء الله علينا. لكن بعض المصابين مثل ما رافع معاملة، شون إجراء المعاملة؟ هاي التفاصيل أريدها من جنابك للتوضيح. شكرا جزيلا دكتور، وشكرا لقناتكم الكريمة. أولا، مؤسسة الشهداء هي مؤسسة دستورية، نصت المادة 104 من الدستور العراقي على تأسيس أو تشكيل مؤسسة أو هيئة تسمى مؤسسة الشهداء. وأيضا في ديباجة الدستور العراقي كانت هناك أولوية للضحايا جرائم حزب البعث والسجناء السياسيين، وأيضا لضحايا العمليات الإرهابية أن يكون هناك عناية و عناية لذويهم وعناية للمصابين أيضا بهذا المجال. مؤسسة الشهداء لديها قانونين، قانون رقم 2 لسنة 2016 اللي يشمل شهداء جرائم حزب البعث وأيضا شهداء الحشد الشعبي، وقانون 57 لسنة 2015 اللي هو يكون مسؤول عن ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. هذه الشريحة اللي كانت رعاية جالس المحافظات وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2009. عفوا دكتور، ولو القاطع يعني هل هو قانون منعزل تماما لو تعديل على القانون؟ لا، هو تعديل على قانون رقم 20 لسنة 2009، وأيضا أنه كان تضاف فقرات جديدة على القانون ويكونون تحت مظلة مؤسسة الشهداء. واضح، عفوا استكملوا. نعم، لذلك صدر القانون رقم 57 لسنة 2015 واللي يضم شهداء، أيضا إضافة للشهداء المواطنين الكسبة، يضم شهداء القوات الأمنية من الدفاع والداخلية وأيضا الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمن الوطني، المخابرات وغيرها من الشهداء والمصابين. أيضا في ضمهم هذا القانون اللي هو شمل الكثير، واليوم يعني يرعى أكثر من 250 ألف شهيد وأكثر من 63 أو 65 ألف مصاب. رقم؟ نعم، هو رقم كبير ومسؤولية كبيرة تتحملها مؤسسة الشهداء، وهو عبء يعني مضاف للقانون السابق لقانون رقم 2. لذلك يعني اليوم المؤسسة تتحمل عبء كبير في توفير الخدمات والحقوق لهذه الفئة الكبيرة. وكما معلوم أنه العائلة العراقية التي لديها شهيد لا تتكون من شخص واحد وشخص الشهيد، إنما من عدد من الأفراد، لذلك يصل ما ترعاهم المؤسسة إلى حدود 4 ملايين شخص. يعني المأساة اللي مر بها العراق بالتأكيد ماكو دولة مرت بهيج مأساة، كانت تفجيرات توصل إلى
مع السياره ودع السياره باليوم الواحد خاصه في بغداد، فبالتاكيد هذه كلها مخلفات ما شاهدناه. بالتاكيد هي بغداد تضم العدد الاكبر من الضحايا كون هي المركز، وايضا للعمليات الارهابيه الكثيره اللي طالت بغداد في السنوات السابقه، ومثل ما ذكرت انت الحمد لله والشكر انه ننعم في تحت ظل بعض الامان في الوقت الحالي او الاوقات اللي سبقت هذا الوقت، الحمد لله والشكر. ولكن تبقى مسؤوليه المؤسسه مسؤوليه كبيره تتحملها، واتجاه عوائل الشهداء والمصابين، كون بعض التخصيصات الماليه لمؤسسه الشهداء في السنوات السابقه كانت تخصيصات صحيح ماليه شحيحه، لذلك لم توفي المؤسسه بالتزاماتها اتجاه هذه العوائل. تحدث الدكتور على قضيه بانه المدنيين والعسكريين ايضا، يعني شملتوا حتى العسكريين، انا كنت اتوقع فقط المدنيين، حتى نستوضح اكثر يعني ما هي الفئات المشموله بقانون ضحايا الارهاب. ايضا بالاضافه الى المواطنين الكسبه، هناك الموظفين في وزارات الدوله، نص القانون على تشكيل لجنه ثلاثيه في كل وزاره تعمل المجالس التحقيقيه ومن ثم ترفعها الى مؤسسه الشهداء للمصابين والشهداء بالنسبه للوزارات، وكذلك الوزارات الامنيه وخصوصا الدفاع والداخليه، بالاضافه الى قوانين التقاعد اللي الخدمة العسكرية اللي رقمها أعتقد 18 لسنة 2010 وقانون تقاعد قوى الأمن الداخلي. هذه القوانين تم تخيير ذوي الشهداء ما بين حقوق التقاعدية في وزاراتهم أو الحقوق إلى مؤسسة الشهداء، وهناك اختيارات كثيرة لذوي الشهيد بالامتيازات والحقوق والانضمام سواء إلى قانون مؤسسة أو يبقى على قانون تقاعد الدفاع او الداخليه. دكتور يعني عندنا مثلا ان كان شهيد او جريح، فشلون اليه العمل تقديم المعامله؟ الشهداء بالنسبه للشهداء الكسبه يتم عن طريق تقديم المديريات، مديريات المؤسسه اللي منتشره عندنا في جميع محافظات العراق ما عدا اقليم كردستان. يتم تقديم الأصل الإخبار مركز الشرطة ومن التقرير الطبي العدلي الأولي ومستمسكات ذوي الشهيد، ومن ثم ترفعها المديريات إلى اللجان الفرعية بعد أن تكمل إجراءاتها، إجراءات المساءلة والعدالة وإجراءات الأمنية المواقف سلامة المواقف الأمنية للشهيد والمتوفي أصلا، وبعد ذلك ترفعها إلى اللجان الفرعية. في بغداد هناك ثلاث لجان تعمل في المؤسسة، لجنة فرعية أولى ولجنة فرعية رابعة ولجنة فرعية خامسة، وأيضا في المحافظات هناك لجنة أو لجنتين تعمل بهذا الاتجاه. أما بالنسبة للمصاب أيضا أصل الإخبار وأيضا التقرير الطبي العدلي الأولي وأيضا المستمسكات. بالنسبة للموظفين، الموظفين في وزاراتهم هناك لجان ثلاثية هي من تقرر اعتبار المتوفي شهيدا، وفي وزارة الدفاع والداخلية هناك المجالس التحقيقية والقرارات اللجان في وزاراتهم هي اللي ترفع المواقف بالنسبة للشهداء إلى مؤسسة الشهداء لضمهم إلى قانون المؤسسة. جميل. زين شنو الفارق ما بين النسب؟ يعني نسبة مثلا 10% 30% 60% أو ممكن 100%، شنو الامتيازات بين هذا بالنسبة للمصابين؟ مصابين بين. نعم دكتور، المصابين هناك درجات للعجز، الدرجات تبدأ من 1 إلى 29. هذه حقوقهم يكون أنه نعطيهم 500,000 دينار عن كل درجة إصابة، درجة عن كل درجة 500,000 دينار، هذا النص القانوني. ومن درجة 30 إلى 49 هناك الحد الأدنى للراتب التقاعدي، يمنح الحد الأدنى للراتب التقاعدي. 50 إلى 74 يمنح ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي. عفوا دكتور، حتى أنا نعم. أنت قلت على كل درجة 500. نعم 500,000 دينار يعني من على كل درجة. من 31 إلى 29. ها يعني مو على كل درجة 500. لا هو على كل درجة 500. يعني اللي نعتبره انه 29 او ال 20 نفرض ياخذ 10 ملايين. اها. في 500 كل ضربها حتى تاخذ درجه. عندنا الاصابات من 74 من 75 الى درجه ال 100% يعامل معامله الشهيد بالراتب. اها. نعم. بالرواتب. بالرواتب التقاعديه. التقاعديه. في هذه اللي عندنا. المنح مالتهم شنو المنح؟ امتيازاتهم. ايضا امتيازاتهم هي امتياز قطعه الارض.
كل من واحد الى كل المصابين، يعني مصابين من درجه 30 صعودا. صعودا يعني 29 لا ما مشمول بهذه. أيه. بالنسبه للشهداء او المصابين، عفوا المصابين للقوات الامنيه، فهذه وزاراتهم هي اللي تتحمل منحهم قطاع الاراضي استنادا لتعليمات رئاسه الوزراء. بعد اكو عندنا سؤال يقول اين وصلت حقوق ذوي الشهداء جرائم حزب البعث؟ يعني هسه انتم تحدثنا وهو يمكن موضوعكم على ضحايا الارهاب. نعم احنا كمؤسسه كام يعني متكامله. نعم احسنتم. نعم. وين وصلت حقوقهم؟ يعني هسه مثلا واحده من الحجيات يعني خاط يعني بنتها استشهد بال يعني بال 91 عدمو بالشعبه الخامسه. لحد لا قطعه الارض قالوا يا ابا احنا بنحش قطعه الارض وطوها في مناطق نائيه جدا، فقالت ما استلم. الى الان ما مستلمه. شنو وضعهم؟ يعني لا قطعه ارض لا مطين مثلا مقابل اكو يسموه بدل نقدي. بدل النقدي نعم. لا مطينا بدل نقدي، يعني وهذا من نظام سابق. يعني هسه انت ضحايا الارهاب تقول لعد اذا نظام بعد ما مستلم، ضحايا الارهاب يمتى يستلم؟ هي هاي واحده من المشاكل يعني الكبيره اللي تعاني منها المؤسسه في منح الحقوق والامتيازات اللي ذوي الشهداء، خصوصا شهداء من جرائم حزب البعث. يعني اللي صار ل 40 سنه او اكثر من 40 سنه. انت ذكرت 91 اكو يعني شهداء عندنا بالثمانينات والسبعينات ايضا هم مستلمين؟ بالتاكيد يعني القليل احنا لا نزال لم نوفي حق هذه الفئه من الشهداء. يعني النسب ما تجاوزت النص لحد الان، نص يعني نسبتهم 50% ما متجاوزيها لحد اليوم. يعني التخصيصات الماليه هي تقف عائق يعني امام وجه المؤسسه بهذا الحق. ايضا امتيازات احنا عندنا أو احنا قطعه ارض بدءا او وحده سكنيه او بدل الوحده السكنيه. خيار ثلاث خيارات امام ذوي الشهداء. في بغداد يعني عندنا مشكله كبيره في توزيع قطع الاراضي. تعرف بغداد يعني فقط صحيح. الاطراف لان هناك تنازع بين السلطات بين الامانه وبين صحيح. المحافظه صحيح. لذلك يعني المحافظات للاسف الشديد كثير من المحافظات والمحافظين غير متعاونين مع مؤسسه الشهداء، وعلى بالرغم انه القانون ينص على توفير قطع اراضي في اماكن جيده لذوي الشهداء، ولكن لحد اليوم الكثير من المحافظين وللاسف الشديد غير متعاونين مع يعني احنا من يوزعون قطع الاراضي خلي تكون ضمنها هذه. اعتقد اكو نسبه يمكن اعتقد مؤسسه الشهداء 10% من الوحدات السكنيه والقطع الاراضي. حد الان الكثير من المحافظين وللاسف الشديد غير متعاونين في هذا المجال، لذلك يعاني ذوي الشهداء من هذا. شنو اللازمه بينكم وبين المحافظين؟ الضغط بينكم وبين المحافظين حتى منحوكم؟ المفروض يعني انه رئاسه الوزراء تاكد على هالموضوع، الامانه العامه لمجلس الوزراء تاكد على الموضوع انه يتم تخصيص. بس وهذا قانون ينفذه رئيس الحكومه الى اخر موضوع. هو قانون خاص، قانون خاص، والقانون الخاص مثل ما معروف يقيد القانون العام. تمام. ولكن للاسف الشديد لم نجد تعاون ولم يبدي الكثير من المحافظين تعاون مع مؤسسه الشهداء في هذا المجال، لذلك يعني ذوي الشهداء لا زال يعانون من هذا الامر، خصوصا اذا رجعنا لفتره شهداء ذوي الشهداء من ضحايا جرائم حزب البعث، خصوصا اللي صادروا اموالهم المنقوله وغير صحيح. المنقوله ايضا لم يتم تعويضهم بالشكل الصحيح الا الان لحد اليوم، ولم يتم استعاده الكثير من اموالهم المنقوله وغير المنقوله، وهذه معاناه تضاف الى معاناتنا، لان كانت هناك هيئه نزاعات الملكيه هي الحكم في هذا الامر، ولكن عندما حلت هيئه نزاعات الملكيه لم تكمل إجراءاتها بشكل كامل، لذلك بقت هذه الأمور كلها معلقة. هاي مأساة. مأساة ومأساة يعني يعني نتمنى أنه تكون جولة لقناتكم الكريمة في مؤسسة الشهداء وترى في أم عينها كيف معاناة ذوي الشهداء وكيف يعني لا يزال غصة في خصوصا يعني النساء وأمهات الشهداء. يعني كثير منهم قد توفوا ولم يبقى منهم الا القليل، واعمارهم يعني كبيره جدا ولم يتم تعويضهم لحد اليوم. هاي يمكن هسه انا عندي سؤال على ضحايا الارهاب. يعني بعد ما اقدر اسالك كون انت ضحايا جرائم حزب البعث ما مطير حقهم. اي لا تزال نعم، هو يعني احنا عندنا في حدود يعني اقل من 70,000، ولكن لحد اليوم لم يتم تعويضهم بالشكل المطلوب. بس فقط 70,000 ضحايا ما مسجل لدينا من قرارات في مؤسسة الشهداء. تعرف الكثير من العوائل قد أبيدت بالكامل ولم
وبالقانون ما يسمح انه يعني اقربائهم انه يقيمون، وحتى اقربائهم يقول لك انا ما استفاد، شنو اروح اقدم؟ صحيح. في هذا السبب يعني كثير من الاسباب يعني يمكن هو نفس الاجابه بل اكثر، قضيه ضحايا الارهاب حقوقهم وامتيازاتهم. نعم. ضحايا الارهاب يعني ملف يعني شائك وملف كبير لحد اليوم. يعني قبل كان عندنا يعني العام الماضي كان عندنا ما يسموه بمنحة الطوارئ أو منحة الأمن الغذائي، اللي كان حصة المؤسسة من عندها 100 مليار، وال 100 مليار غطت 1000 شهيد. يعني على 10 ملايين كنا يعني صار الخيار أنه القرار أو الخيار أو 10 ملايين حتى نشمل أكبر عدد ممكن من ذوي الشهداء، فكانت حصتهم 10 ملايين وكانت كان العدد هو 1000 عائلة من ذوي الشهداء. يعني هسه تبرئ كل الرقم راح يصير خيالي. طبعا خيالي. إذا تريد تشمل كل الأخوة المستحقين واستحقاقهم هذا، إيش قد تحتاج موازنة؟ يعني تقريبا إحنا نحتاج 6 تريليون. 6 تضغطون كل يعني تقريبا حزب البعث وكذا تقريبا يعني نغطي هالموضوع هذا. لذلك يعني ماكو يعني الموازنة خو ما ينطينا 6 تريليون ولا ينطينا تريليون. إيه. فلذلك يعني. ويبقى العجز قائم. يعني ونأمل أنه يكون تعاون أيضا من ذوي الشهداء أنه يكون صبرهم ويانا، وإن شاء الله هذا العام يعني موازنتنا شوية بيها مجال، فإن شاء الله راح نغطي أكبر عدد ممكن من ذوي الشهداء. دائرتكم يعني هي خدمية ما عدا استثمار ما عدا كذا حتى تمول نفسها؟ لا عندكم؟ لا ما عندنا، فقط عندنا صندوق الدعم دعم صندوق الشهداء، وهذا ما تأتينا به مبالغ بذلك، وكان معتمد على المنح والهبات والعطايا من الدولة، ولذلك يعني الصندوق يعني ما نعتبره يعني مليان بحيث انه يغطي لنا الكثير من الاشكالات، خاص يعني انه الموجود به مخصصي احنا للاعانات للحالات الطارئه لذوي الشهداء من امراض ومن غير هذا. مستحقات والوزارات الاخرى ايضا قاعد تنطوهم؟ بالتاكيد نعم. زين احنا اكو بعض الناس اكيد عندها استفسارات، خلينا اخ احمد اذا يسمعنا المخرج خلينا نفتح اتصالات نضع الرقم، لان اكيد اكو ناس عندها استفسارات ويا ريت تكون يعني شويه ما يصير لود وبعدين يوقف التليفون. انا عندها مشكله بال اكيد بس يصير ضغط على الهاتف راح اعلق التليفون ما راح نستفاد من عنده. يعني هنا تحدثنا عن الاستحقاق وقطع الاراضي تفصيلا حندخل بها بشكل خاص. بعض الوزارات اعتقد يعني كوزاره البلديات كذا صار عندهم تعاون وياكم، هسه احنا عرفنا المحافظين اكو عدم تعاون كبير من اغلب المحافظين وليس كل المحافظين. فوزاره البلديات هي وزاره سياديه حكوميه اتحاديه كذا، يعني جزء من العمل المفروض هي من تسعى لخدمه ذوي الشهداء، اكو تعاون بيناتهم؟ احنا بالقانون انه هناك نسبه 10% من حصه المؤسسه من المجمعات السكنيه، هذا وفقا لقانون 3 لسنه 2006 من المجمعات السكنيه اللي تبنيها وزاره الاسكان والاعمار. في السنوات السابقه كان هناك بعض المجمعات وتم منحنا هذه النسب. اليوم لازم تكون نسبه اكثر لكون نظمت شهداء الحشد الشعبي وشهداء العمليات الارهابيه، فتكون نسبتنا 25%. المجمعات السكنيه هذا مقترح لو عملته؟ لا هو قانون، قانون هذا ثابت انه لانه اضيفت الفئتين انه فاصبحت هذه النسبه انه تكون 25% حال وزاره التعليم العالي في مجال الدراسات انه تكون لنا نسبه، وبالتعيينات ايضا انه تكون نسبتنا 25% من التعيينات في الوزاره. ولكن اين هي المجمعات السكنيه اللي تقوم بها وزاره الاعمار والاسكان؟ لذلك اعتمدنا يعني احنا بجهود ذاتيه انه استحصلنا على بعض المستثمرين انه بداوا يمنحونا بعض الوحدات السكنيه، وايضا كنا في فتره سابقه في باسبانيا تم منحنا 250 وحده سكنيه تم توزيعها في عام 2016. ممتاز. يعني زين انا مثلا حكينا على قطعه الارض ما منحتني اياها، فالبديل هو البدل النقدي. بدل النقدي نعم. سلمته بدل النقدي او ايش قد المبلغ هو اصلا؟ هو اساسا وفق القانون المبلغ هو 50 مليون دينار. زين. المؤسسه مثل ما ذكرت لك انه بدينا انه جزئنا المبلغ العشره 10 ملايين، ووصلنا الى بعض الحالات وصلنا بها الى 30 مليون. هذه نامل انه تمنح قطعه ارض ويكون هذا هو بدل
المنحة العقارية اللي يقدر ذوي الشهيد أنه يبنون بها هذه القطعة. نأمل أنه هنا يكون هذه التكملة يعني أو عمل متكامل ما بين المحافظة وما بين المؤسسة، أنه المؤسسة تمنح المنحة العقارية والمحافظات تنطينا قطعة الأرض حتى يبنيها ذوي الشهداء. تحدثتنا دكتور على قضية الطلبة، يعني عندكم أعتقد هو أكو قناة خاصة دراسات العليا وأدربي المسائي تمنحهم، بس خلينا نوضح لنا. واحد من الامتيازات دكتور انه مساله التعليم في ومؤسسه الشهداء، وهناك يعني نسبه مثل ما ذكرت لك هي 10% من المقاعد في الدراسات الاوليه والدراسات العليا مخصصه لذوي الشهداء لكل فئه من فئات ذوي الشهداء. في الدراسات الاوليه المؤسسه يعني جاده في منح درجات إضافية على الدرجات المعدل بالدراسات الصباحية، هناك 5 درجات على المعدلات الدراسة الفرع الدراسة العلمية و7 درجات للفروع الأدبية. المؤسسة في الدراسات المسائية تتحمل نفقات ذوي الشهداء في دفع الرسوم التسجيل. أيضا في الدراسات العليا أن هناك اللي كل فئة من فئات الشهداء الثلاثة 10% من المقاعد المخصصة في الدراسات العليا، وهذا معمول به، وعندنا قسم رعاية علمية هو قسم نشط في هذا المجال، والمؤسسة دائما ما تكون سباقة في توفير فرص الدراسة لذوي الشهداء. يعني فقط ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب أعتقد؟ نعم نعم هو نعم من ضمن القانون المؤسسة عندنا قلت لك شهداء جرائم حزب البعث والحشد الشعبي و ضحايا العمليات الإرهابية. ايضا لهم حق خاص بالقبول وبالدفع. نعم كل فئة لها 10% من المقاعد المخصصة. جيد، بعد امتيازات الحاج كذا شنو؟ نعم المؤسسة تعمل دائما على زيادة حصتها مع بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة بخصوص الحج، حجز مقاعد الحج لذوي الشهداء. ايضا سنويا احنا يزيد عندنا عدد المقاعد، وايضا بالنسبة كل ما تزيد حصة العراق راح تزداد حصة ذوي الشهداء من المقاعد، والمؤسسة أجرت قرعتها لهذا العام وكملت إجراءاتها، وأيضا احنا في طور انه الفحوصات وتسجيل الجوازات لذوي الشهداء. اكو بعد لكم امتيازات لذوي الشهداء او المصابين؟ لدينا نعم عندنا انه التعيينات انه 25% من التعيينات بالتنسيق مع مجلس الخدمه الاتحادي. شو بدي اعينون له؟ نعم لا نزاع، يعني كثير من ذوي الشهداء تم تعيينهم عن طريق مؤسسه الشهداء. ممتاز. واكو نقل اعتقد؟ نعم لدينا بنص القانون انه يحق لذوي الشهيد اختيار مكان العمل لمره واحده. وهذا ايضا معمول به، وان يعني اغلب الاخوه من ذوي الشهداء يرغبون في انه يروحون الى وزاره النفط اكثر من لذلك صار في الفتره يعني هذه المده صار عندنا تعاون مع وزاره النفط، وخصصت وزاره النفط مشكوره 4500 درجه لذوي الشهداء، ويتم بالتنسيق ما بين مؤسسه الشهداء ووزاره النفط حصرا على ذوي الشهداء انه يثبتون انهم من ذوي الشهداء في وزاراتهم، وبالتالي المؤسسه عممت استماره الى كل الوزارات في حقول ذوي الشهداء في هذه الوزارات، يملون هذه الحقول وبالتالي تجمعها وزاراتهم وترسلها الى مؤسسه الشهداء وتطابقها مؤسسه الشهداء بالتالي مع قاعده البيانات الموجوده في المؤسسه ورفعها الى وزاره النفط لاجراء قرعه والاختيار. ممتاز. هذا جزء بسيط من الاستحقاقات. بالتأكيد. إذن أكو بعض الجهات أو بعض الوزارات هم بيها تعاون مثلا نقل ذوي الشهداء من وزارة إلى وزارة؟ بالتأكيد هو القانون قانون خاص يعني ملزم إلى جميع الوزارات بأنه ذوي الشهداء لهم الحق، ولكن هناك يعني دكتور تعرف أنه كل وزارة لها خصوصيتها. وزارة النفط يعني تعرف أنه فيها الجوانب العملية الهندسية وأيضا الصناعية وأيضا الجوانب الأخرى الإدارية، فوزارة النفط أكثرها يعني تختار الجوانب العملية في الحقول وغيرها. لذلك يعني نتمنى من ذوي الشهداء اللي اختصاصه غير مطلوب لا يزاحم الآخرين في التقديم. ممكن يرفض؟ هو اكيد يرفض، وبالتالي يعني راح اولا يربك عمل المؤسسه ويربك عمل الوزارات وايضا يربك عمل وزاره النفط. لذلك يعني الاختصاصات المطلوبه اللي ارسلتها ان وزاره النفط وتم تعميمها الى كل الوزارات هي الاختصاصات المطلوبه، لذلك على ذوي الشهيد ان يشوف اختصاصه موجود ويقدم على طلب النقل. اذا مثلا انا قدمت
مصاب في احدى التفجيرات، وقال له يابا انت نسبتك مو هاي، مع العلم انا رايح طبيب قال لي يابا نسبتك كذا، فتروح اللجنه يقول لك لا نسبتك اقل، فبالتاكيد اذا صارت اقل مثلا نسبتك انت قايل لك الطبيب 31 يقول لك لا 25، فبالتالي تفاوت صار عندك حتى بالحقوق. انا وين اعترف؟ وين اروح؟ هذا اولا الاعتراض يكون عن طريق اللجان الفرعيه. شنو اللجان الفرعيه؟ اللجان الفرعيه هي اللي من عندنا في هي اللي تقرر انه المصاب مشمول بقانون مؤسسه الشهداء او المتوفي مشمول في قانون مؤسسه الشهداء، وبالتالي اصبح عنده قرار. اللي هي رئاسه قاضي؟ رئاسه قاضي من هيئه الاستئناف. اما بالنسبه احنا حاليا شكلنا لجنه مركزيه في وزاره الصحه بالتعاون مع المؤسسه، هي لجنه يعني اللي تنظر في طلبات تفاقم الحاله، وايضا احنا نرشح لها اللي مصابين ونرسلهم الى وزاره دائره مديريه عفوا مدينه الطب، وهذه اللجنه هناك مقرها، وبالتعاون بين المؤسسه ووزاره الصحه تجري الفحوصات، وبالتالي هي من يقيم نسبه العجز او العطل. ذكرتني بسؤال جدا مهم هو تفاقم الحاله، تحدثت عنه. انا مصاب عندي يا بتاكل كل ما ابي، بس اذا اقول يعني مثال يعني، فالمخرج يقول لي انت مصاب لا مو مثال. نسبتي 40 نسبه العجز، اكيد هناك تفاقم حاله خاصه الاصابات اللي هي في مناطق حرجه مثلا بالجسم. تفاقم الاصابه. انا بالتالي اكو حقوق اعلى، مش ما تصعد الاصابه اكو حقوق اعلى، ممكن من ابو ال 40 او 30 يوصل لل 65 حتى يحاسب حساب الشهداء، تمام ولا لا دكتور؟ من يقيم هاي؟ وشلون اروح اني؟ وشلون اتحدث؟ شلون اوصل لحتى اخذ حقي؟ دكتور، هو القانون نص على انه تفاقم الحاله على المصاب انه يراجع لاجراء الفحوصات كل 5 سنوات. كل 5 سنوات. إيه، هذا قانون ثابت المفروض انه، او في حاله انه يحس نفسه انه يعني في خلال هاي ال5 سنوات يحس نفسه انه صابت تفاقمت او ظهرت عليه بعض الاعراض، بامكانه انه يقدم الى اللجنه. اللجنة الفرعية اللي في يعني تابعت لها منطقة السكنة أو مديرية الشهداء اللي تابعت لها، وبذلك يحال إلى لجان اللجان تقييم أو تفاقم الحالة. شرط ال5 سنوات دكتور؟ ممكن قلت لك قبل ال5 سنوات إذا شاف أنه نفسه أو حالته يعني مثلا صحية قد دهورت أو حس أنه الإصابة ما قد تفاقمت عليها، فبإمكانه أنه يقدم طلب واللجنة تنظر بهذا الطلب عن طريقنا انه نرسله الى مدينه الطب الى اللجنه المختصه. جيد. اكو سؤال اللي تحدث فيه كثير الناس، كثير من الناس تحدثوا، كل هالناس ذوي شهداء صارت، خاصه منطقه الانبار صار حديث كثير، وطلع قائد عمليات الانبار تحدث وقال اكو تزوير. هسه خب مش من بس الانبار، كل المكانات اكو تزوير. مو ابو الانبار مثلا يزور وبقيه المحافظات الانبياء ما يزورون، صح ولا لا؟ عمليه التزوير هي عمليه نفسيه ما لها علاقه بالجهه لكن كثره اللي كانت هي مسؤوليه المحافظات تبقى كانت منفلته القضيه، فاكو تزوير. انتم كمؤسسه شهداء فعلا وجدتوا اثبتوا اكو هناك حالات تزوير؟ دكتور، حالات تزوير مثل ما ذكرت يعني في كل المحافظات، ممكن انه لقينا في بغداد، لقينا في الحله، لقينا بالبصره، يعني موجوده هذه الحاله، وبكثرتها في الانبار مثل ما تعرف انه العمليات كثرت في الانبار. لذلك هناك لجنه امر ديواني تم تشكيلها للنظر في الملفات اللي نظرت فيها لجنه قائد العمليات السابق في الانبار، واللي كان عددها ما يقارب 20,000. 20,000؟ نعم 20,000 اضباره، اكثرها كانت للمصابين يعني. لذلك يعني اليوم هذه اللجنه هي تدقق وفي اعاده نظر في هذه الملفات، وان شاء الله اللجان ولو راح تستغرق وقت طويل كون العدد كبير جدا، يعني عدد يعني 20,000 يراد له وقت ويراد له يعني جهد ويراد له ايضا امكانيات من اجل اعاده النظر في هذا. بهاي الحاله هنا الراتب يتوقف؟ كل الرواتب هي متوقفه، يعني هذه صار لها من 2019، واليوم ان شاء الله يعني اللجنه باشرت باعمالها، وان شاء الله عن قريب راح تظهر النتائج هذه. ما طلعت نتائج لحد الان؟ اللجان يعني اللجنه صار لها يعني اقل من شهر متشكله. نعم، وبدت ان شاء الله بدت باعمالها، وان شاء الله الاضابير موجوده عندها، وان شاء الله تبدا ب
بالتدريج باطلاق المستحقين للحقوق الشهيد. اكيد راح يسحبنا على سؤال. الايام شوي انتشرت ضاعت احتفالات الكليات، طبعا وهي سيئه جدا طريقه الاحتفال، وهي دعوه لكل الكليات ان شويه تراعي حرمه الجامعه، لا يصير هذا الانفلات والاحتفال بعدم وجود ضوابط اخلاقيه مع احترامنا لجمع الكليات. ظهرت حاله لقد شاهدتها، كان على تويتر او على الفضائيات، احد الطالبات مخلي قبعه، وقبعه مخلي صوره الرئيس السابق صدام، فبالتالي هذا محظور وفق الدستور العراقي، هذا الحزب محظور برئيسه واعضائه. فانتشر الخبر الى ان اتخذت وزاره التعليم العالي طلب الى كليه الرافدين اعتقد هي كانت، واتخذوا باجراء بفصلها. هذا طبعا سلوكي يرجع لعائله الطالبه وتفاصيل كبيره ما نقدر نخوض بها كون هذا البرنامج هو خدمي. دكتور، يعني هل المؤسسه اتخذت اجراء؟ لان سمعنا بانه هي مشموله بمؤسسه الشهداء. يعني خبرتهم ما تعرفوا ايش راح تسوي او شنو اعمال خبرتهم، مو بدواخل الناس. فعلا هي هاي البنية عائلتها من ضمن مؤسسة الشهداء، وهذا إعلام دي يتحدث. دكتور، أولا مثل ما ذكرت أنه الدستور جرم حزب البعث، وأيضا هناك قانون لحظر وتجريم حزب البعث ومن يروج لأفكار حزب البعث اللي صدر في العام 2016. المفروض بكل الأجهزة الأمنية أولا إلقاء القبض بهذه الطالبة كونها من ضمن القانون، من ضمن القانون، لأنه قانون وعقوباته عقوبات مشددة وقاسية. لذلك يعني أيضا يعني نقول أنه اللي رسم هذا الرسم على هاي القبعة وشون دخلت القبعة إلى الكلية وشون روجت، هذا المفروض كلها تتخذ بها إجراءات. الطالبة يعني كان يوم عطلة، كان يوم الخميس كان الاحتفالية، وكان يعني الجمعة والسبت، وإن شاء الله يعني يوم غد راح نشوف إضبارة هذه الطالبة وعائلتها شنو. هي صح أنه داخل عن قناة مؤسسة الشهداء في دراستها في عام 2021. مجانا طبعا بالتأكيد، هي على نفقة المؤسسة وعلى طريق القناة المؤسسة اللي تمنح الدرجات الإضافية اللي تأهلها بالإضافة إلى راتب وامتيازات، امتيازات يعني الشهيد اللي ماخذه. فلذلك يعني المؤسسة تعمل بجد بدراسة إضبارة يعني الطالبة وعائلتها، ومن ثم تتخذ الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى حق المؤسسة بالمطالبة باتخاذ كافة العقوبات القانونية اللي نص عليها قانون حظر ونشر أفكار حزب البعث. هذه القانون عقوباته عقوبات كبيرة ورادعة، ونتأمل من الجهات المعنية أيضا أن تتخذ القرارات بالتعاون مع مؤسسة الشهداء. أنت شنو دوركم هنا راح يصير؟ احنا كدور كدور لمؤسسة الشهداء هي مراجعة ومتابعة أخبارة الشهيد اللي والدها او ما اعرف منو اللي شهيد بالضبط لها، ولذلك راح يكون إعادة قرار في النظر في قرار اللي اتخذت المؤسسة، والتأكد من سلامة مواقفهم الأمنية و المساءلة والعدالة وإدكاء الإجراءات القانونية التي تتخذها المؤسسة. أيضا مطالبة المؤسسة بالعقوبات وفق قانون تجريم حزب البعث. أنتم يعني أنتم تطالبون الحكومة الاتحادية بتطبيق القانون؟ إحنا كدائرة قانونية في المؤسسة هي من تقيم الدعوة على هذه الطالبة وبحسب قانون التجريم حزب البعث. جيد، أكو بعض الجهات، أكو بعض الشخصيات تطلع على الفضائية وعلنا تمدح بهدام وتشد من عدد الحضور، يعني هم معروفين طبعا دكتور، معروفين ومشخصين بأعدادهم قليلة هم، لكن هل مؤسسة اتخذت مثل هذا الإجراء بحق الطالب؟ مثل ما طالبة شابة يمكن أصلا ما عايشة فترة صدام، مو تمام ولا لا؟ ما عاشت يمكن طفلة صغيرة، لكن هذا أكون العوائل ممكن تعيش بهذا الدمار فكرة حزب المحظور، لكن أكو شخصيات سلمت مناصب وصلت إلى أعلى في هذا النظام الجديد وتطلع على الفضائيات علنا
تقول هذا الحزب كذا وانظلم، اما اللي جونا هسه دمروا البلد وما كانوا جزء من الحكومه العراقيه. شنو اجراءاتكم؟ كانوا هذا محصن او هاي مو محصنه لو شنو يعني؟ لا اولا دكتور احنا كمؤسسه من مؤسسات العداله الانتقاليه المفروض شهداء ومؤسسة السجناء وأيضا كافة المؤسسات العدالة الانتقالية أن كلها تقيم دعاوى بحق هؤلاء، وأيضا مثل ما ذكرت أنه يطلع على قنوات فضائية فهذا اعتراف صريح. المفروض يعني بالجهات الأمنية قبل المؤسسة وغيرها، والاعتراف سيد الأدلة، والاعتراف سيد الأدلة هي قبل المؤسسة وقبل مؤسسة الشهداء والسجناء أن تتخذ إجراءات. يعني احنا بنتخذ اجراءاتنا، راح نقيم دعوه وننتظر، بينما الاجراء انه هذا بيطلع بقناه فضائيه وامام الملأ وهو يمجد ويمدح بنظام النظام المباد، المفروض الاجهزه الامنيه من داخل الاستوديو تعتقله، لانه قانون واضح وصريح ولا يحتاج الى اي يعني توضيح او ايضاح بهذا الخصوص. المفروض الاجهزه الامنيه تتخذ اجراءاتها وبشكل سريع، خصوصا عندنا اجهزتنا على درجه كبيره من الاحترافيه، اجهزه الامن والمخابرات، وجابوا اشخاص من خارج العراق وبجداره يعني امانه، نعم امانه، مخابرات عمل يعني جبار ومشهود لهم. فالمفروض يعني احنا ايضا نوجه دعوه لهم انه يكون القاء القبض من خلال القضاة في اجهزتهم والمباشره وخلال اللقاء او بعد اللقاء. هسه البعض منهم خارج العراق، وهي دائما من شيء من مو الرجال اللي خارج العراق يقوم يغرز. عندك الانتربول والتعاون مع العراق كان كبير، ممكن نعم ممكن يتعاون بهذا المجال، وايضا يتم اعتقالهم وتطبيق قانون تجريم حزب البعث والتمجيد حزب البعث، وهذا قانون صريح، وقرر البرلمان هو اللي شرع وصدر هذا القانون، فهو جهه تشريعيه وعلى الجهه التنفيذيه تطبيق هذا القانون. حتى العفو العام يشمله مثلا ناس هذا من الجرائم تبحث عن العفو العام، هذا القانون يشمل العفو العام؟ لا ما يشمل العفو العام، هذا لان هذا قانون خاص يعني غير القوانين العامه. فهذا قانون خاص، وايضا مثل كل دول العالم وكل الدول اللي مرت بمراحل الدكتاتوريات وانتقلت الى مراحل العداله الانتقاليه وقوانين العداله الانتقاليه هي من تقيد هذه الاعمال. لذلك يعني المانيا لا تزال لحد اليوم تحارب النازية وتحارب الفكر النازي وكل من يروج للفكر النازي في هذه الدولة الأوروبية المتطورة الحضارية يعاقب عقوبات، والكل يكون يعني راضي عن هذه العقوبات ويدعم هذه العقوبات، إلا في العراق الكثير يعلو صوته ويصدع رؤوسنا عن حرية الإنسان وحرية حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية الرأي. أحد اللقطات بتويتر شفت أحد اللاعبين مسوي هاي الإشارة، إشارة إلى هتلر، حرم مدى الحياة من المباريات، يعني انت حياتك كروي انتهت، كون هناك قانون يجبرهم أو قانون قوي وأكو هيبة للدولة أن تفرض هكذا القوانين تجبر منه المواطن أن يسير وفق القانون. دكتور هذا إنسان هو أعقل الكائنات، ما بالك بشجرة كانت على شكل صليب معقوف تم قطعها. أحسنت الوصف. أنت كاتب بعد ما يقدر لك. دكتور يعني مؤسسة كبيرة مثل مؤسسة الشهداء وهذا العدد الكبير، بعض المؤسسات ذهبت باتجاه الاستثمار أن تمول نفسها في نفسها، يعني كون أنت أن تسترجي أن يكون هذا المبلغ اللي تريده 10 تريليون مو تمام؟ ما تقدر تغطي بعد سنوات، لان موازنات العراق مهما تكون عاليه ما راح تغطي فقط عدها وزاره الداخليه والدفاع والصحه وهكذا. ليش ما ذهبتوا باتجاه الاستثمار؟ دكتور احنا عندنا دائره الاقتصاد والاستثمار، ولكن المبالغ المخصصه للاستثمار هي يعني كلش قليل بموازنه يعني الموازنه التشغيليه للمؤسسه. لذلك يعني نحتاج اموال كثيره من اجل الاستثمار، وان ذهبنا الى التعاقد باتجاه الشراكه، نعم باتجاه الشراكه مع بعض الشركات، وبدينا ان شاء الله بهذا الاتجاه. مثلا تم تاسيس شركه للحج والعمره، جيد يعني هذا بدت يعني برحله واحده، وان شاء الله نامل انه يكون ذوي الشهداء يتجهون لها كشركه المؤسسه. يحتاج دعم اعلامي قوي. اي نعم يحتاج دعم، وايضا هي فيها تسهيلات كثيره لذوي الشهداء، كون تمنحهم خصومات وفي هذا المجال. ايضا هناك بعض المشاريع اللي
مؤسسة تم الاستثمار بها، ونأمل أنه يكون المبالغ المخصصة بالاستثمار لمؤسسة الشهداء يعني من مبالغ شوية أكثر حتى تنطلق باتجاه بعض المشاريع الاستثمارية التي تدر وارد للمؤسسة وبالتالي تدعم موازنتها. جيد، بدقيقة واحدة دكتور، إذا عندك كلام تتوجه للمستفيد من دائرتكم من مؤسسة الشهداء، وعودكم يعني تطيب خاطرهم للناس المنتظرة صار لها هاي السنين كلها متحملة لأجل بأنه أكو طارقة أمل. إحنا إن شاء الله يعني نطلب من كل أهلنا من ذوي الشهداء أنه يتعاونون مع مؤسسة الشهداء، وأنه أيضا يتحملون في هذا التأخير اللي مو إحنا سبب به كمؤسسة، ولكن هذه السياسات بعض الدولة يعني مرت بالكثير من المراحل اللي مرت فيها من مطبات وأزمات اقتصادية. إن شاء الله نأمل بقادم الأيام وقادم السنوات أنه المؤسسة تكون تنطلق بشكل أكبر من خلال تخصيصاتها في موازناتها القادمة من أجل منح ذوي الشهداء حقوقهم، ونحن دائما أبوابنا مفتوحة لجميع لحل جميع الإشكالات والمشاكل من بدءا من معالي رئيس المؤسسة الدكتور عبد الله النائلي إلى كل مدراء العامين ومدراء الدوائر. تعاون مستمر مع ذوي الشهداء، ونحن دائما نقول نحن ذوي الشهداء أمانة في أعناقنا ونحن في خدمتهم دوما. أحسنتم الدكتور كفاح حيدر، معاون مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك. شكرا جزيلا دكتور. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة شكرا للإخوان في مؤسسة الشهداء، شكرا للإخوان في العلاقات في كادر البرنامج. نلتقيكم يوم السبت القادم إن شاء الله في تمام الساعة 9 مساء، ألتقيكم بإذنه تعالى. تقبلوا تحياتنا مقدم برنامج حازم الحربي، في أمان الله.